طيب الدنسيتي احنا اتكلمنا عليها بسرعه، بس هي بنعرفها دلوقتي اللي هي الكتله لكل وحده حجم، فالعلامه بتاعتها رو، وهي بتبقى الماس على الفوليوم، واليونتس بتاعتها الماس اليونتس بتاعتها كيلو جرام، والفوليوم متر كيوب، ففي الاس اي يونتس هي كيلو جرام بير متر كيوب. في حاجه تانيه بقى اسمها سبيسيفيك فوليوم اللي هي مقلوب الدنسيتي، سبيسيفيك فوليوم اللي هي واحد على رو، اللي هي بتساوي الفوليوم على الماس، اللي هي الحجم لكل وحدة كتلة. ف طبعا الدنسيتي بتاعت المواد بتاعتنا بتعتمد على درجة الحرارة. انت لو عندك سوليد وسخنت درجة الحرارة بتاعته بيتمدد، واحنا بنشوف الحكاية دي في حاجات مختلفة، انك لازم كمهندس تاخد بالك لموضوع التمدد ده. بتتكلم على قضيب السكة الحديد، لازم كل شوية يبقى فيه فراغات عشان في الصيف لما يتمدد يبقى فيه فوليوم مسموح له انه يتمدد فيه عشان ما يحصل ما يتنيش ويعمل مشاكل. البيوت مثلا بيبقى فيه تمددات بتحصل وانكماشات في الصيف والشتاء، ساعات بيبقى فيه يحصل زي شقوق كده بسبب الموضوع ده. فبتتغير الدنسي بتاعتهم شوية مع درجة الحرارة، بس مش كتير. يعني المية من درجة حرارة 0 لدرجة حرارة 100 التغير فيها 2% مثلا، مش أكتر من كده. طيب إيه بقى اللي بيتمدد جامد قوي مع درجة حرارة؟ الجازز. فبالنسبة للسوليدز والليكويدز، الإفكت أوف تمبرتشر على درجة على التمدد مش كبير قوي، مش زي الجاز. الجازز مهم قوي تبقى عارف الضغط ودرجة الحرارة عشان تقدر تعرف الدنسيتي بتاعتها. تمام. في حاجة تانية برضو بنستخدمها اسمها specific gravity، اللي هي لما انت بتتكلم على الدنسيتي المشكلة ان انت لازم تقول الوحدة بتاعتها. ففي وحدات اس اي يونتس او انجلش يونتس، بس انت لو جبت السبيسيفيك جرافيتي دي عرفتها انها الدنسيتي بتاعت الليكويد بتاعتك مقسوم او السوليد مقسوم على الدنسيتي بتاع الميه، فدي اصبحت ريشيو فمالهاش وحدات. فلما تيجي تقول ان السبيسيفيك جرافيتي مثلا واحد ونص زي ما موجود هنا في الجدول ده، عندي السبيسيفيك جرافيتي بتاع الميه واحد لانها مقسومه على الدنسيتي بتاع الميه. السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الميركوري 13.6، يبقى 13 ضعف. مش مهم بقى اكتب اليونتس. الضغط قصدي الهواء السبيسيفيك جرافيتي واحد على 1000 تقريبا من الميه. في لازم طبعا تذكر الضغط ودرجه الحراره، مش عند 0 ديجري سنتيجريد وعند 1 اتموسفير، والا الهواء ده جاز فبيتاثر جدا بالتمبشر والبريشر. ف في حاجه بقى اخيره اسمها سبيسيفيك ويت، اللي هي بنرمز ليها بالجاما، جاما سبيس اس سبيسيفيك، دي بتساوي الرو تايمز الجي. ادي الدنسيتي بتاعتنا اللي احنا لسه معرفينها فوق، بتضربها في ال acceleration due to gravity جي، فبتطلع لك السبيسيفيك ويت كانك قلت ايه ال the force على فوليوم، لان الرو هي الماس، ماس في الرو ماس على فوليوم، فده بيساوي الماس على الفوليوم في الجي. فام في جي دي احنا عارفينها الفورس، الويت ده الويت، فلما تقسمها على الفوليوم بتاع الماده بتحصل على حاجه اسمها سبيسيفيك ويت، ودي ساعات بنستخدمها طبعا يعني.